تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات، سنقوم بحله. التمرين الأول، اكتب بالحروف أو بالأرقام ما يلي. إذا لدينا الأعداد 96003 نكتبها بالحروف، و34011 نكتبها بالأرقام. نبدأ بالعدد الأول، 96000. نكتب 96000 ثم و3 ست. نبدأ بالآلاف، 96000 ثم و3. هنا لدينا الوحدات، عشرات، المئات، آلاف وعشرة آلاف. وحدات، عشرات، مئات، وحدات آلاف وعشرة آلاف. إذن 34000. 34000 و11 نزيد صفر. 34000 و11. نلتقي إلى التمرين الثاني. أنجز العمليات الآتية عموديا. لدينا 392 ضرب 7. إذن 7 نضربها في 2 ثم نضربها في 9 ثم نضربها في 3. أولا نبدأ 7 ضرب 2، أحسنتم. 14، نكتب 4 ونحتفظ بالعشرة. 7 ضرب 9، جيد، 63. نضيف الواحد، 64. نكتب 4 ونحتفظ بالستة. إذا ضربناها في 7 ضربناها في 9، بقي نضربها في 3. 7 ضرب 3، 21. نضيف 6، 22، 23، 24، 25، 26، 27. حصلنا على 2744. بنفس الطريقة، 3 ضرب 8، جيد، 24. نكتب 4 ونحتفظ بالاثنان. 3 ثم نضربها في الصفر، 3 في الصفر، 0. نضيف 2 تساوي 2. بقي العدد هذا، 3 ضرب 4، جيد، 12. إذا تساوي 1224. العدد، العملية الثالثة، 136 ضرب 5، دائما 5. ضرب 6 تساوي 30، نكتب الصفر ونحتفظ بالثلاثة. ثم نضربها في 3، 5 ضرب في 3، 15، 16، 17، 18. نكتب 8 ونحتفظ بالعشرة. 5 ضرب 1 تساوي 5، نضيف الواحد تساوي 6. إذا 136 ضرب 5 تساوي 680. دائما لما نضرب، نضرب في العدد الأول في الوحدات، ثم نضرب في العشرات، ثم في المئات. إذا كان لدينا الآلاف، نضرب كذلك في الآلاف. نلتقي إلى التمرين الثالث. أكمل الناقص. لدينا الساعة، هنا مساء، صباح. إذا نبدأ دائما بالعقرب الكبير، نكتبه في الدقائق، والعقرب الصغير نكتبه في الساعات. إذا العقرب الكبير نحسب 0، 5، 10. وعقرب كبير 0، 5، 10، 15، 20. العقرب الصغير 2، لكن لا نكتب 2. مساء، لم يقل لنا مساء، بعد الظهر نضيف 12، 12 زائد 2. مساء أو بعد الظهر نضيف 2، 2 زائد 2 4، 1 زائد 3 تساوي 1. إذا نكتب 14. إذا الساعة الثانية مساء، أو 14:20. هنا نبدأ دائما بالعقرب الكبير ثم العقرب الصغير. العقرب الكبير هي الدقائق، نحسب 0، 5، 10، 15، 20. نكتب 20. الساعات، عقرب الصغير 2. صباحا نكتبه مباشرة 2، لا نضيف 12 لأنه صباح. إذا الثانية والعشرون صباحا. الساعة الثالثة دائما، هنا لدينا العقرب الكبير، هنا العقرب الصغير. العقرب الكبير نحسب 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35. العقرب الكبير 7،
العقرب الصغير 7، هي 7 نضيف عقرب صغير. إذن الساعة السابعة هو 35، العقرب الصغير بالأحمر، العقرب الكبير باللون الأزرق. هنا دائما واصل 15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55، هنا تماما صفر. نواصل مع 80. واحد ساعة كم تساوي من دقيقة؟ أحسنتم، تساوي 60 دقيقة، هذه يجب أن تحفظ. ساعة وربع، لدينا واحد ساعة 60 دقيقة، ولدينا كذلك ربع ساعة تساوي 15 دقيقة، كذلك لدينا النصف غير مطلوب لكن مراجعة، نصف ساعة تساوي 30 دقيقة، يجب أن تحفظ. إذا لدينا هنا ساعة وربع، ساعة هي 60 وربع 15 و15، إذا 60 و15، 60 زائد 15 نجمع 60 دقيقة و 15 دقيقة تساوي 0 زائد 5 تساوي 5، 6 زائد 1 تساوي 7، إذا وجدناها 75 دقيقة. إذا واحد ساعة تساوي 60، ربع ساعة تساوي 15 دقيقة، نصف ساعة تساوي 30 دقيقة. هنا لدينا ساعة وربع، نكتب الساعة كم تساوي، نكتب الربع كم تساوي، ونجمعهم. التمرين الرابع، لاحظ الشكل جيدا ثم أجب. لاحظ الشكل، لدينا الشكل مطلوب، ماذا يمثل الشكل؟ ماذا تمثل النقطة O؟ ماذا تمثل القطعة OA؟ إذا لدينا هذه نقطة وهذه نقطة، هذه النقطة اسمها O وهذه النقطة اسمها A، ولدينا القطعة OA. إذن في الشكل لدينا النقطة O ولدينا النقطة A ولدينا القطعة OA. السؤال الأول، ماذا يمثل الشكل؟ الشكل يمثل، أحسنتم، دائرة، شكل دائرة. ماذا تمثل النقطة O؟ ها هي النقطة O، جاية في الوسط، وسط الدائرة، إذن تسمى مركز الدائرة. تسمى مركز الدائرة. ماذا تمثل القطعة OA؟ قطعة OA، قطعة OA تسمى نصف قطر الدائرة، نصف قطر الدائرة. إذا لدينا دائرة، هذه النقطة تسمى مركز الدائرة اسمها O، وهذا القطعة المستقيم، هذا الخط المستقيم اسمه OA، OA يسمى نصف قطر الدائرة. نلتقي إلى الوضعية الإيماجية. إذا يملك فلاح 10 صفوف من أشجار البرتقال، في كل صف 54 شجرة، و20 صفا من أشجار التفاح، في كل صف 13 شجرة. السؤال الأول، ما هو عدد أشجار البرتقال؟ ما هو عدد الثاني؟ ما هو عدد أشجار التفاح؟ تعرضت 180 شجرة للتلف، كم بقي للفلاح من شجر؟ إذا نشرح الوضعية، لدينا فلاح لديه صفوف من الأشجار، صفوف من أشجار البرتقال، إذا لديه صفوف من أشجار البرتقال، كم لديه من صف؟ 10 صفوف من أشجار البرتقال. في كل صف، الصف الأول هذا، كم يوجد؟ يوجد 54 شجرة. إيش معناه؟ معناه الصف الأول في 54 شجرة، الصف الثاني في 54 شجرة، الصف الثالث إلى الصف العاشر، كل صف فيه 54 شجرة من البرتقال، ولديه كذلك 20 صفا آخر، 20 صف، ولكن هنا من شجر تفاح، لديه 20 صفا
من أشجار التفاح. في كل صف هنا من التفاح يوجد في كل صف 13 شجرة. كم يوجد؟ 13 شجرة. نعيد، فلاح لديه 10 صفوف من أشجار البرتقال 10. في كل صف 54 شجرة برتقال، هنا 54 شجرة، هنا 54، معنى 54 شجرة متكررة 10 مرات. وهنا لديه 13 شجرة تفاح، 13 تفاح متكررة 20 مرة، لأن لديه 20 صفا. سؤال، ما هو عدد أشجار البرتقال؟ نجيب، عدد أشجار البرتقال. إذا بما أن لديه 10 صفوف في كل صف 54 شجرة، 10 صفوف برتقال، 54 مرة، 10 مرات 54، أحسنتم، هي عملية الضرب. لما يكون فيها عدد المرات نستعمل عملية الضرب. إذا 54 ضرب 10 تساوي، لدينا صفر، نكتب 54 ونضيف الصفر. إذا عدد أشجار البرتقال 540 شجرة. نفس الشيء سؤال ثاني، ما هو عدد أشجار التفاح؟ عدد أشجار التفاح، كم لديه من صف؟ 20 صفا من التفاح، في كل صف 13 شجرة. عملية في كل عملية الضرب. إذا 13 ضرب 20، 13 ضرب 20، مشكلة عملية عمودية، 13 ضرب 20 تساوي، نبدأ بالصفر، صفر ضرب 3 صفر، صفر ضرب 1 صفر، مع النقطة 2، ثم ننتقل إلى 2، نضرب في الوحدات ثم العشرة، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 1 2، ونجمع 0 6 2. إذا وجدنا 260 شجرة تفاح. إذا لديه مجموع كل الأشجار البرتقال 540 ومجموع كل الأشجار التفاح 260. نواصل، تعرضت 180 شجرة للتلف. إذا تلفت أو فسدت أو لم تصبح صالحة 180 شجرة. سؤال، كم بقي للفلاح؟ دائما بقي عملية الطرح، كم بقي للفلاح؟ إذا يجب أن نعرف كم كان، كم لديه من شجر، كم لديه من شجر الفلاح؟ لديه 540 شجرة برتقال ولديه 260 شجرة تفاح. إذا كم لديه كل من شجرة؟ أحسنتم، عملية الجمع. نبحث عن عدد كل الأشجار. قبل أن نجد بقية يجب أن نعلم كم لديه، كم لديه من أشجار، معنى عدد كل الأشجار الذي لدى الفلاح. إذا لديه 540 شجرة برتقال ولديه 260 شجرة تفاح، نجمع ونجد كم لديه من شجر. إذا 540 نضيف لها 260 تحصل على 0 زائد 0 0، 4 زائد 6 10، تكتب صفر في بالواحد، 5 زائد 2 7 والواحد 8. إذا لديه 800 شجرة كل الأشجار، لأن لم يخصص لنا هنا نوع الأشجار، نبحث عن جميع الأشجار. لديه 800 شجرة. تلفت 180، سؤال، كم بقي له؟ بقي للفلاح من شجرة، لما يقول لنا بقية معنى عملية الطرح. كم لديه من شجرة كل الأشجار؟ أحسنتم، 800. كم تلفت من شجرة؟ 180. نجري العملية عمودية، 800 ناقص 180 تساوي 0 ناقص 0 تساوي 0، 0 ناقص 8 لا أستطيع، أستعيد 10 وأطرحها، 10 ناقص 8 8 ونص 8 9 10 2، 7 ناقص 1 تساوي 6. إذن وجدنا 620 شجرة.
إذا كان بقي الفلاح بقي له عدد كل الأشجار 800، بقي له الفلاح 620، إذا بقيت له 620 شجرة. نعيد مراجعة الوضعية. إذا الفلاح لديه أشجار البرتقال 10 صفوف في كل صف، لم يقل لنا في كل، معناها عملية الضرب، في كل صف معناها 10 مرات 54، عملية الضرب وجدنا 540 شجرة تفاح، شجرة البرتقال. وكذلك المطلوب عدد أشجار التفاح 20 صف في كل صف، معناه 20 مرة 13، عملية الضرب وجدنا 160. سؤال: كم بقي؟ يجب أن نعلم كم لديه من شجرة. نجمع كل الأشجار وجدناهم 800، ثم طرحنا عدد الأشجار التي تلفت بقي لهم 620 شجرة. وهكذا انتهينا من حل اختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.